ما كنت ابد متوقع هذا الشيء، يعني شيء ما يجي على البال انه اكون الاخير. ان شاء الله نحن ورا ظهركم انت وهيثم. لا بالعكس، من بعد هذا الترتيب لازم اصحح كل اخطائي واحس انه هاي البدايه. اتفق معك على اغنيه، هنروح البرايم نغيرها، اذا بتكمل على الغلط ما بتوصل المكان. الجوله الثانيه كانت استرجاع ثقه استاذ حسن وجوله التعلم. انا عارف انت في اشياء ما تحبها الوان، بس ودي تغنيها عشانك. ضروري كل واحد من عندنا يكون بستايل مختلف، وهذا الشيء اللي احس استاذ حسن يريده من عندي حتى يطلع الفنان اللي بداخلي. شفت اليوم ايش حالاتك؟ هاي اللي ابغي ياسر فيه. هاي كانت اول خطوه لي حتى ارجع الثقه اللي خسرتها بيني وبين استاذ حسن. احنا بنساعدك وراح نسوي لك هالاسبوع اغنيه. انا حيل فرحان، هذا حلمي كان انه اسجل اغنيه خاصه بي، وهاي الاغنيه حتكون نقطه اساسيه بمسيرتي انا كفنان. هاي الحاله بس قل لي. جولتين مو كافيه لي، اتمنى انه ابقى بعد اكثر حتى اتعلم من اخطائي واطور حالي.